السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد ذكر أهل العلم آداباً للضيافة ينبغي تعلمها وتطبيقها، لأنها مستمدة من الوحيين الكتاب والسنة. وهذه الآداب جرت عليها عادات العرب وتوارثوها جيلاً بعد جيل، وهي من مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام بالتأكيد عليها. فروى البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهي كثيرة، ذكرها أهل العلم في كتبهم لمن أراد الرجوع إليها. أذكر بعضاً منها تنبيهاً على ما سواها. فمن ذلك أولاً من الآداب إكرام الضيف، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه الضيافة 3 أيام، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ثانياً من الآداب استحباب الترحيب بالضيوف، لما روى البخاري في صحيحه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وفد عليه وفد عبد القيس قال: مرحباً بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. ثالثاً قال أبو الليث السمرقندي: ينبغي للضيف أن يراعي الأمور التالية. أولاً أن يجلس حيث يجلسه صاحب الدار. ثانياً أن يرضى بما يقدمه صاحب الدار من الموجود عنده. ثالثاً أن يستأذن عند الانصراف. رابعاً أن يدعو له إذا انصرف. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ينبغي للضيف أن يختار طعاماً معيناً بعينه، بل يختار، وإذا خير يختار الأيسر، إلا إذا علم أن صاحب الدار يسره ذلك. رابعاً، إذا جاء الضيف بأشخاص آخرين فينبغي له أن يستأذن صاحب الدار، لما روى البخاري في صحيحه أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو شعيب كان عنده غلام لحام يطبخ اللحم، فقال له: ادعو لي النبي عليه الصلاة والسلام 5 5. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام 5 5، فتبعهم رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الدار: إن فلانا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. فقال: بل أذنت له يا رسول الله. خامساً، ينبغي عدم التكلف للضيف، وهذا مرجعه إلى العرف. فروى الإمام أحمد مسنده من حديث قيس أن سلمان الفارسي زاره رجل في بيته فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهينا عن التكلف للضيف لتكلفنا لك. سادساً من الأداب أن يستأذن الضيف عند دخوله، وأن ينصرف بعد تناوله للطعام حتى لا يثقل على صاحب الدار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي آخر الآية قال فإذا طعمتم فانتشروا. إلا إذا علم صاحب إلا إذا علم الضيف أن صاحب الدار يسره بقاءه بعد الانتهاء من الطعام. سادسا أن يدعو الضيف لصاحب الدار إذا انتهى من طعامه، لما روى أبو داود في سننه من حديث أنس أن سعد بن عبادة قدم أو زاره النبي عليه الصلاة والسلام فقدم له خبزا وزيتا فأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الشاهد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن بسر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه قوم وانتهى من طعامه قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وفي رواية لمسلم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. ثامنا أن يؤثر صاحب الدار الضيف على نفسه وأولاده، لما جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني رجل مجهود أي أصابني الجهد والجوع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى إحدى زوجاته فقالت ما عندي إلا الماء، بيت النبوة وليس فيه إلا ماء، فأرسل إلى زوجة أخرى فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يضيف هذا رحمه الله، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فذهب إلى بيته فقال لزوجته هل عندك طعام؟ قالت لا إلا قوت صبياني، قال فعلليهم بشيء وأشعل السراج حتى إذا تناول أو مد يده للطعام أطفئ السراج حتى يظن أننا نأكل معه، ففعلت ذلك فلما مد يده للطعام أطفأت السراج وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. تاسعا على صاحب الدار أن يظهر البشاشة والفرح والسرور بمقدم أضيافه وأن يحدثهم بما تميل إليه نفوسهم وأن يقرب إليهم الطعام. قال تعالى عن الخليل عليه السلام فقربه إليهم قال ألا تأكلون. عاشرا أن يبدأ بالكبير عند تقديم الطعام والشراب إلا إذا استويا فيقدم الأيمن، لما روى أبو يعلى في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بالكبير. قال الحافظ ابن حجر إسناده قوي، وإن كان أو تساويا يقدم الأيمن، لما روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فاستسقى لنا فحلبنا له شاة ثم سقيناه ماء، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب الماء هذا أبو بكر يا رسول الله، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام فضله للأعرابي وقال الأيمنون الأيمنون، وفي رواية ألا فيمنوا قال أنس فتلك سنة سنة ثلاث مرات. الحادي عشر من الآداب أن يصحب صاحب الدار الضيف إلى باب الدار تكريما له، فقد زار أبو عبيد القاسم بن سلام زار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
فلما أراد أن ينصرف تبعه الإمام إلى أن أوصله إلى باب الدار. الثاني عشر أن يحرص صاحب الدار أن يدعو الأتقياء دون الفساق، لما روى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الثالث عشر السمر مع الضيف والأهل، وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله باب السمر مع الضيف والأهل، واستدل بالحديث المشهور أن أبا بكر الصديق كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ثم ذهب إلى بيته فتعشى مع ضيافه. الرابع عشر والأخير ألا يؤذى الضيف بأي نوع من أنواع الأذى، سواء كان ذلك قولا أو فعلا، وأن يخرج من البيت أو من بيت صاحب الدار ونفسه طيبة. وكذلك على الضيف أن يعذر صاحب الدار بأي تقصير حصل منه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.